الآن. وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم إلى بكين في زيارة لدولة الصين. يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في ديسمبر 2015، والتي أسهمت في توطيد وتعزيز التعاون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. هاتفيا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سمير الطقي مدير مركز الشرق للبحوث في دبي. دكتور سمير، بعد التحية لحضرتك. إذا منذ 2015 وتحديدا منذ ديسمبر وهذه الزيارة التي تحدثنا عنها وحتى الآن، كيف تطورت شكل العلاقة بين الإمارات والصين؟ في اعتقادي المتابعة تسمح لنا بأن نحكم بأنه ثبت تحول استراتيجي وعلاقات اقتصادية استراتيجية أصبحت الآن مستقرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. يعني الموضوع لم يعد يقتصر على قضية إقامة أو تبادل تجاري أو تبادل البضائع أو القيام بمشاريع. الموضوع أصبح ينتقل إلى مرحلة الشراكات الاقتصادية والشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال إدارة أعمال مشتركة. إذا هو نوع من التحالف الاقتصادي الرئيسي الذي يتم تبلورته الآن، وفي اعتقادي أن هذا يتم تفعيله الآن لنقله إلى مجالات أخرى متعلقة في مجال تطوير الموانئ، في مجال التطوير والتنمو الاقتصادي والشراكات الاقتصادية حتى في مناطق مختلفة من العالم. ما أوجه هذه الشراكات، ما أوجه هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي من المتوقع أيضا أن يتم تبحثها في هذه الزيارة؟ يعني الآن عمليا هناك حزمة من الاتفاقات المتعلقة بالشراكات في المجال التقني والاقتصادي. هي بذلك كما قلت هي أكثر من مجرد تبادل تجاري، هي شراكات متعلقة بتوطين التكنولوجيا، بشراكة في مجال التكنولوجيا وبالتأسيس عن نشاطات اقتصادية مختلفة بشكل مشترك سواء في دولة الإمارات أو في مناطق أخرى. طبعا الولايات الصين مهتمة إلى حد بعيد بأن يكون لها موطئ قدم تجاري واقتصادي في الخليج العربي، وفي اعتقادي أن الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى نفسها على أنها الدولة الأكثر قدرة على القيام بذلك، وبالتالي هناك مصالح مشتركة. وفي اعتقادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسبق عملية التطور التحتية. شكرا إليك، أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير الطقي مدير مركز الشرق للبحوث في دبي، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. وأيضا شكرا جزيلا لمتابعة هذه الجولة من الآن، ونلتقي من جديد على رأس السلم.